اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأبطال أنا وإنت وهي، أنا وإنت وهي وهي. المثل ده دايما مرتبط بالنحس والحظ الوحش. المثل ده دايما مرتبط بالحظ والنحس الوحش. إن ما هو النحس هو وحش على فكرة. ماشي. الزمن المثل الكلب. ما بنصورش ميكنج ليه احنا؟ انا بتاخد. قول لي كده معلش تاني. المثل ده دايما مرتبط بالنحس والحظ الوحش. المثل ده دايما مرتبط بالحظ والنحس الوحش. المثل اللي دايما مرتبط بالنحس والحظ الوحش. المثل ده دايما مرتبط بالحظ والنحس الوحش. اقسم بالله ما هشيلها من السكريبت وهتقوليها هي الحظ الوحش والنحس والحظ الوحش. المثل ده دايما مرتبط بالحظ الوحش والنحس. المثل اللي دايما مرتبط بالحظ والنحس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المثل اللي دايما مرتبط بالحظ المثل اللي دايما مرتبط بالحظ والنحس الوحش. يا دي مين؟ ماشي. المثل اللي دايما مرتبط بالنحس والحظ الوحش. الله الله يسترك. الكاميرا يا جماعه سكتش 4 على 4 خطك معفن. وقال له احلف لك بحياه سيدنا الولد بالصبر. احلف لك واستنى. وقال له احلف لك بحياه استنى. وقال له احلف لك بحياه سيدنا الولد بالصبر. To infinity and beyond. وقال له استنى معلش تاني. وقال له احلف لك بحياه سيدنا الولد انا تاني معلش. نوني. وقال له احلف لك بحياه سيدنا الولي ابو الصبر. ما تنسوش خلاص هزرنا نضحك بقى. اتفضل. شكرا. ولما قرب الناس منهم قالوا لهم انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ انتوا مين؟ مش انتوا مين؟ انتوا مين؟ اللي بيهز رجله هقوله. ولا يا فخري هات لك اخرب بيتي. مش عارفه. ولا هو انت هتفضل عامل لي كده من بنها كتير؟ ولا هو انت هتفضل عامل لي كده من بنها كتير؟ ولا هو انت هتفضل عامل لي كده من بنها كتير؟ يخرب بيت كده. عبد الصمد يا خالتي. لا من بنت يا ساره ما تستعوجي. عبد الصمد يا خالتي. عبد الصمد يا خالتي. يا مش عبد الصمد يا ستي يا خريجه الراهبات. عبد الصمد يا خالتي. عبد الصمد يا خالتي. عبسام عبسا عب عبسام كده فاهمه. خشي يا زي بعض. ولا احنا هنبوظ الحلقه. هنبوظ الحلقه اهو. دي مش بتسرح في اغنيه دي كده مطلقه. ولا سيخ محمي يرشقه في صرصور لسانها. ولا سيخ محس جاهزه يا حاجه؟ جاهزه. وانهم اكرم عيله في القريه. اكرم اكرم عشان كاف كاف وقاف. أكرم كيف لازم تكون مرققة. ماشي. أقول تاني. وإنهم أكرم عيلة في القرية. لازم يكون في فرق عشان دي كيف وقاف. خلاص يا حاجة. أنا عسف. يعرف ما تقطع. شكرا يا أساتذة.